بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، معكم مستر علي حمدين مدرس العلوم من مدارس بدر تايجرز الخاصة. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا في حياتنا، ألا وهو الاحتكاك يا مستر. من ماذا تعني كلمة احتكاك؟ احتكاك من اسمها يعني شيء بيلمس شيء، شيء بيلمس شيء يعني إيه؟ حصل احتكاك بينتهم، فبالتالي سرعة الجسم هيحصل لها ايه؟ هتقل. وهما بيؤثروا في نفس الاتجاه ولا عكس بعض؟ لا، بيؤثر في الاتجاه المعاكس. يبقى اذا تعريف الاحتكاك ايه هو يا مستر؟ تعريف الاحتكاك الجسمين لمسوا بعض نشأ عنهم قوة، القوة يبقى التالي وهما بيؤثروا في نفس الاتجاه ولا عكس؟ لا، في الاتجاه المعاكس. وقلنا سرعة الجسم تقل، يبقى هو القوة التي تنشأ بين سطحي جسمين متلامسين وتؤثر في اتجاه معاكس لاتجاه الحركة، فتقل سرعة الجسم المتحرك. تاني حاجة يا مستر، هو الاحتكاك ده ليه صورة واحدة فقط؟ لا، تتعدد صور الاحتكاك. عندنا أمس صور للاحتكاك ثلاث أنواع عندنا. أهو الاحتكاك الحادث بين الأجسام الصلبة وبعضها. زي مين يا مستر؟ لو أنا جبت كرة ورميتها على الأرض أو بلية ورميتها على الأرض، يبقى أول نوع عندنا الاحتكاك الناشئ عن حركة الأجسام الصلبة وبعضها زي حركة الكرة على الأرض. الاحتكاك الناشئ تاني نوع، الاحتكاك الناشئ عن حركة الأجسام في الهواء. زي مين يا مستر؟ زي حركة الطائرات في الهواء. تالت حاجة يا مستر، الاحتكاك الناشئ عن إيه؟ عن الأجسام والمية. مين الأجسام والمية؟ زي مين يا مستر؟ أشهر حاجة عندنا مين اللي بتمشي في المية؟ السفن والغواصات. يا مستر كده اتكلمنا عن تعريف الاحتكاك وأنواع الاحتكاك. هنخش على نتكلم عن إيه تاني يا مستر؟ عن حاجة مهمة جدا، العوامل التي تتوقف عليها قوة الاحتكاك. أهو العوامل اللي تتوقف عليها قوة الاحتكاك؟ عندنا حاجة مهمة جدا بتتوقف عليها قوة الاحتكاك. أول حاجة نوع مادة السطح، هل هي مادة ناعمة أم هي مادة خشنة؟ في حالة المادة الناعمة إيه اللي بيحصل للاحتكاك؟ بتقل قوة الاحتكاك، يبقى قلت قوة الاحتكاك. الجسم هيتحرك مسافة أقل ولا مسافة أكبر؟ لا يا مستر، القوة الاحتكاك قلت يبقى السرعة بتزداد، يبقى الجسم هيتحرك مسافة إيه؟ مسافة أكبر. تاني حاجة يا مستر، المادة الخشنة. في حالة المادة الخشنة من اسمها مادة خشنة، يبقى بتعوق، يبقى حصل إعاقة، يبقى حصل إيه؟ احتكاك. الاحتكاك زاد، يبقى إذن الجسم يتحرك مسافة إيه؟ مسافة أقل. بعد كده يا مستر قلنا عندنا هنستنتج تعريفين مهمين جدا نتيجة حاجة حصلت، مش حدث احتكاك بين الجسم والهواء وحدث احتكاك بين الجسم والميه، يبقى اذا هينتج عنا تعريفين مهمين جدا. اول تعريف هو مقاومه الهواء. اهو مقاومه الهواء مستر نوع من قوى الاحتكاك التي تنشا عن حركه الاجسام في الهواء. ملحوظه مهمه جدا، كلما زادت او عندما تزداد سرعه الجسم المتحرك في الهواء تلقائي انت سرعه، لو سايقين على سرعه 80 والسرعه زادت 120، هتحس ان مقاومه الهواء حصل لك ايه؟ كل ما بتزيد في سرعه الجسم المتحرك كل ما مقاومه الهواء زادت، والعكس عندما تقل سرعه الجسم المتحرك تقل مقاومه الهواء له. فمستر كده اول تعريف عندنا مقاومه الهواء. تاني تعريف مقاومه الايه؟ مقاومه الماء. هو نفس تعريف مقاومه الهواء بس اختلاف كلمه واحده فقط. هنا الجسم كان بيتحرك في الايه؟ في الماء، لكن الجسم هنا يتحرك ايه؟ هنا الاولاني الجسم كان بيتحرك فين؟ في الهواء. هنا الجسم هيتحرك فين؟ في الماء. يبقى اذا لما عرف مقاومه الماء على ايه؟ نوع من قوى الاحتكاك ينشا عن حركه الجسم في الماء. يا مستر مش الاحتكاك ده له علاقات؟ عندنا معروف في علاقه عكسيه وعلاقه طرديه. عكسيه يعني اتنين عكس بعض، واحد يزيد تاني يقل، لكن في حاله الطرديه الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه، يعني الاثنين يزيدوا الاثنين يقلوا. عندنا اول حاجه العلاقه بين المسافه وقوة الاحتكاك، ملحوظه مهمه جدا. المسافه او السرعه يا مستر، مش قلنا الاحتكاك علاقته ايه مع كلما زاد الاحتكاك سرعه الجسم بيحصل لها ايه؟ بتقل. يبقى اذا هيقطع مسافه اقل ولا مسافه اكبر؟ مسافه اقل. يبقى اذا العلاقه بين المسافه وقوة الاحتكاك علاقه عكسيه، اي انه كلما زادت قوة الاحتكاك قلت المسافة التي يقطعها الجسم، والعكس كلما قلت قوة الاحتكاك زادت المسافة التي يقطعها الجسم المتحرك. تاني حاجة يا مستر المساحة. المساحة قلنا ايه؟ العلاقة بين المساحة وقوة الاحتكاك علاقة طردية.
الاثنين يا يزيدوا مع بعض يا يقلوا مع بعض. يا ازاي يا مستر؟ الراجل بتاع الباراشوت المطلات بيعمل ايه؟ بيفتح المظله عشان يزود مساحته، وبالتالي احتكاكه يزيد بالهواء فتقل سرعته ويهبط ايه؟ ويهبط بامان. نفس النظام طائر مين؟ طائر الخفاش. بيعمل ايه طائر الخفاش؟ بيفرد جناحته عشان مساحته تزيد، وبالتالي احتكاكه هيزيد وسرعته هتقل فيهبط ايه؟ يهبط بامان. عندنا شيء ملحوظه مهمه جدا، الطائرات والغواصات بتاخد شكل ايه يا مستر؟ بتاخد شكل انسيابي، لان الشكل الانسيابي بيعمل ايه؟ بيقلل المقاومه ايه؟ بيقلل مقاومته للهواء، فقلت المقاومه فبالتالي هيحصل ايه؟ السرعه ايه؟ هتزداد. بعد كده عندنا التدريبات على الدرس الاول، اول سؤال عندنا اختر الاجابه صحيحه. واحد، القوة التي تعمل على إبطاء سرعة الدراجة دون استخدام الفرامل. معروف القوة اللي بتعمل على إهباط أو تقليل سرعة الجسم هي مين يا مستر؟ هو الاحتكاك. قوة الاحتكاك بتؤثر على حركة الجسم في نفس الاتجاه ولا في الاتجاه المعاكس ولا عمودي على ولا جميع ما صابك؟ لا، واخدين في التعريف أول حاجة قلنا هو الاحتكاك القوة التي تنشأ بين سطحي جسمين متلامسين وتؤثر في الاتجاه المعاكس، يبقى إذا إيه؟ عكس اتجاه حركة الجسم. ثلاثة، بزيادة سرعة الجسم. زيادة سرعة الجسم هتعمل إيه؟ هيحصل إيه المقاومة؟ قلنا كل ما تزداد سرعة الجسم المتحرك زي ما وضحنا بالمثال بتاع السيارة. قلنا لو أنت سايق على سرعة 80 وزودت السرعة خليتها 120، مقاومة الهواء ليك هتحصل إيه؟ هتزداد مقاومة الهواء. العلاقة بين قوة الاحتكاك ومساحة السطح المتحرك في الهواء، الراجل بتاع المظلات او الباراشوت كل ما بيزود المساحة كل ما تزداد ايه؟ تزداد قوة الاحتكاك، يبقى العلاقة طردية. يعمل الاحتكاك على بيزود سرعة الجسم ولا بيقلل سرعة الجسم؟ يبقى تقليل سرعة الجسم. العلاقة بين قوة الاحتكاك والمسافة التي يقطعها الجسم، قلنا العلاقة بين المسافة وقوة الاحتكاك، علاقة ايه يا مستر؟ علاقة عكسية. سبعة، يتغير مقدار قوة الاحتكاك بتغير. عندنا قلنا العوامل اللي تتوقف عليها قوة الاحتكاك، كان أول حاجة عندنا إيه؟ هو نوع مادة الجسم، كان في حالة مادة خشنة ومادة ناعمة، ووضحنا في حالة المادة الناعمة بيحصل إيه؟ في حالة المادة الخشنة يحصل إيه؟ إذن يبقى يتغير مقدار قوة الاحتكاك بتغير إيه؟ بتغير نوع سطحي الجسمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.